كريم بنزيما وتصل الى الحارس باري ميرفي. اذا اول ظهور لكريستيانو في الشوط الاول واول ظهور لكريم بنزيما في الشوط الاختراق من العمق. من العمق هذه المره شنايدر اماميه من الهولندي في نحالي يسرى عرضيه للهولندي الاخر الفي دي في يلعبها عرضيه لكنها تمر من الكل وتخرج من الجانب الاخر. كريم بنزيما 35 مليون يورو قيمة الانتقال والصفقة من أولمبيك ليون إلى يحاول على المرمى لكن تمر بجوار المقص الأيسر. نادي فاندرفارت تقدم ومر والحارس يتابع اكتفى بالمتابعة. عندما وصل ريال مدريد عندما وصل الفريق إلى دبلن وجد في انتظار نشوف أولا نادي بنزيما القائم مش ممكن القائم الأيمن يمنع تسجيل أول أهداف الريال ويمنع تسجيل كريم بنزيما أول أهدافه بالقميص الأبيض. شوف الكرة بقدمه اليسرى كريم استلام رائع كريم بنزيما والتسديدة وتمر يعني شوف اصطدمت بالقائم ومشت بالعرض كانت ممكن تخبط في القائم وتدخل المرمى. شنايدر شنايدر على الأرض كريم بنزيما بالكعب تاني إلى فاندرفارت إلى باريخو وكرة لكن روبرت دوغان يمسك يقطع ينقذ الموقف في اللحظة الأخيرة من كرة نيجريد. آخر كده هناك بعض المناوشات وبعض المحاولات مثل هذه الكرة رأسية مش ممكن رايحة في اتجاه ألفارو نيجريدو. ادي الكرة ادي الكرة نشوف مين اللي انقذها من على خط المرمى. شوف كانت في طريقها المرمى كانت في طريقها المرمى ولا نيجريدو ينقذ مرمى الريال من هدف مؤكد. شوف دوديك كان رايح برضه لكن بالفعل يحتسب خطأ لشامرو كلوب. لعب امامية انفراد فجأة اصبح انفراد لكن ضاعت الكرة وضاعت المحاولة وخرجت لضربة مرمى. لكن شوف ادي الضربة الحرة شوف اتلعبت بسرعة جدا في غفلة من كل اللاعبين في غفلة من الدفاع كانت الكرة هو استعجل يعني استعجل جدا برادلي وضرب الهداف. هنشوف ايه اللي هيحصل هل نرى اهداف سالجادو عرضية من سالجادو وتاني يا ولد مش ممكن بطريقة سينمائية تماما ينفذها الفي دي في بطريقة دي في دي وليس في دي في. شوف الكرة سيمة وأيضا الإنقاذ من الحارس دوغان روبرت دوغان رائع يعني الكرة والمحاولة رائعة من فاندرفارت. كريستيانو بيضحك وبجواره جوتي طبعا يعني تفاصيل صغيرة ولقطات صغيرة غلطة يا عم هم الفردتين دول هم اللي عاملين مشكلة هم الفردتين ضيعها تالت مرة مش ممكن. درينتي وكرة من درينتي تروح في اتجاه المرمى وكادت أن تخدع الحارس روبرت دوغان لكنها تمر في النهاية إلى ضربة مرمى خارج الملعب. شوف كرة درينتي هو مش قصدها طبعا هي مرفوعة الكرة لكن ما لفتش زي ما هو عاوز. دائما رقم صعب يعني دائما لا يكسر بسهولة ولا يخترق دفاعاته بسهولة دائما. ادي كرة عرضية تاني وراحت في اتجاه المرمى لكنها مرت بجوار القائم. اليوم بالفعل شامر كروفرز بالقوة البدنية بالأداء القوي بهذه النتيجة والصمود أمام الكتيبة المدريدية حتى الآن. لكن إلى متى كريم بنزيما ما بيهزرش كريم يفتتح التسجيل ويسجل أول أهداف الريال في ثوبه الجديد. لم يصمد شامرو كروفرز بعد 87 دقيقة تنهار مقاومته تنكسر إرادة هذا الفريق
ويسقط صموده أمام مهارة وروعة الصفقة الجديدة المنضمة لهجوم الريال. كريم بنزيما استلام رائع وحوله كل المدافعين، لكن بثقة شديدة جدا يضع الكرة في شباك روبرت لكريم. ادي الكرة تاني الى باريخو، مش ممكن. كريم بنزيما من جديد هو الخطر الاكبر، مولود بالفانيلا البيضاء كريم بنزيما، انسجام تألق رائع وكأنه بالفعل وكأنه طول عمره على الطرف الى باريخو، والكرة العرضية لكن تخبط تعود الى فيدي في، تسديدة مش ممكن. فاندر فارت من خارج منطقة الجزاء يطلق صاروخ وتمر الكرة بجوار القائم، لكن كان في محاولة من الحارس دوغان على الأقل، وتضيع الكرة. وحكم اللقاء في هذه اللحظات يطلق صفارة نهاية اللقاء أصدقائي المشاهدين. إذن يفوز الريال في أولى المباريات في بداية الاستعداد، الريال في ثوبه الجديد يفوز على الشامر كروفرز بهدف سجله النجم القادم والصفقة الجديدة كريم بنزيما في الدقيقة 87.